الرحيم مشاهدينا الكرام ويتجدد اللقاء مع أسماء الله الحسنى وحلقة جديدة من حديث الإمام الطيب فضيلة الإمام نحن اليوم مع اسمه الكريم العظيم العفو نبدأ مع فضيلتكم بمأخذ الاسم ومعناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه السلام. وبعد فهذا الاسم ثابت طبعا في القرآن الكريم وفي لا. السنة النبوية وأجمع عليه المسلمون ما أخذه من العفو والصفح والسماح لا. يعني العفو هو بهذا المعنى عفى عنه يعني صفحه وسمحه وغفر له ما تقدم من أو مغفر له هذا الذنب الذي بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا. بالنسبة للعبد سامحه او عفى عنه الى او آخر. صفحة او تجاوز عنه او تجاوز عنه فده بالنسبه للعبد بالنسبه لله سبحانه وتعالى حيعفو يعني حيصفح عن ايه؟ يصفح عن الذنوب لا. والمعاصي يعني لانه طبعا العبد مخالفته لله هي كلها مبلوره في اقتراف الذنب ومعنى اقتراف الذنب يعني تجاوز الحد وارتكاب ما نهى الله عنه او التقصير فيما امر الله به، هذه هي الذنوب. لا. ويعني نستطيع ان نقول من الان الذنوب قسمان، كبائر وصغائر. الكبائر يعني لا خلاف يعني كثيرا فيها لكن هي معروفه يعني الكبائر السبع طبعا هي القتل والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين نعم. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات يعني هي من الحمد لله يعني من كرم الله أنها محدودة نعم. ولا يقترفها إلا يعني المجرم أو الشديد التجاوز لما أمر الله به سبحانه وتعالى أو نهى عنه باقي المخالفات هي يعني ممكن تسمى الصغائر نعم و يعني لا احد يفهمني حين اقول يعني تنحصر الكبائر في هذا معناها أن اللي يترك الصلاه ده مش كبيره او اللي يترك الصوم لا طبعا. نعم. دي حاجات يعني فيها نصوص خاصه بها. نعم. يعني انما نحن نتحدث عن الكبائر اقتراف الكبائر الذنوب المقترفه المكتسبه مش المتروكه مش المترتبه عن ترك. نعم. انما المترتبه عن اكتساب. نعم. فالمترتبه عن اكتساب هي اللي قلنا عليها طبعا كذا كذا كذا. فباقي باقي الذنوب هي الصغائر ويكاد يجمع المسلمون على ان اجتناب الكبائر لا. يكفر الصغائر. الصغائر هي الحاجات المخالفات البسيطه اليوميه يعني التي ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. سبحان الله رحمه كبيره من لا. الله سبحانه وتعالى. طبعا مجرد اجتناب الكبائر دون أي لأن, لأن الإنسان كما قلنا محوط بالنقص والله سبحانه وتعالى عفو وغفور ويعلم طبيعة عبده وما جبله عليه وأنه يعني معرض طبعا عنده طبيعة ناقصة ثانيا الأعداء ما شاء الله هوى ونفس وشيطان وشهوات وكذا فيعني تقريبا يسمح له او يعني الصغائر مسموحه نعم آه ما دامت الكبائر آه تجتنب من هذا المنطلق نقول ان الله سبحانه وتعالى معنى عفوه او العفو في 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 باب الاسماء الحسنى هو محو الذنوب آه عن واسقاطها عن العباد نعم وقلنا اسقاطها يعني لانها هذا العفو غير مستحق له نعم. انما المستحق له هو العقاب فالله سبحانه وتعالى يسقط هذا الشيء الذي نعم. يعني يسقط عنه الذنوب وبالتالي يسقط العقاب الذي يستحقه هذا العبد هو فضل من الله على العبد فضل انا عايز يعني انا عايز اركز على كلمه الاستحقاق العبد مستحق من ايه يعني ما هو نعم. يعني اسقاطها اسقاطها معناها انك انت بتسقط شيئا يستحقه العبد فالذي يستحقه العبد هنا هو العذاب. نعم. لانه هو لازم الذنب. فده ده فعلا يعني الله سبحانه وتعالى يسقط هذا الاستحقاق بعفوه باسقاط الذنوب واسقاط ما يترتب على الذنوب. فضيلة وهل هناك من وسيله لاسقاط هذا الذنب؟ يعني هل نعتبر التوبه هي وسيله طبعا. الطلب من الله سبحانه وتعالى طبعا لاسقاط هي هذا الذنب؟ التوبه مع الندم نعم. لأن التوبة سهلة أن يقول أنا, أنا تبت وينوي وبعدين يقع مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة لكن التوبة المقرونة بالندم نعم. هي التي تشكل حاجزا طبيعيا نفسيا بين أن يعود إلى قد يعود إلى ذنب آخر لكن نعم. يعني إذا تاب وندم في في, في, في مع ذنب معين يعني يندر جدا أن يعود إليه لا. وطبعا الانسان اذا ربنا ستره هو عليه ان يستغفر الله وان يتوب وان يندم وأن يجدد التوبه كل يوم او كلما ارتكب معصيه عليه ان يتوب لا. المحو الذنوب كما يعني ال والذي هو معنى العفو او معنى العفو لا. عند الله سبحانه وتعالى ده نتوقف عنده قليلا لنقول ان المسلمين تقريبا اجمعوا على ان الله عفو عن عباده بمعنى انه يمحو ذنوبه نعم. و لو كان هناك طبعا يعني فرصه اخرى نتكلم عن غفور مع عفو. نعم. آه يمحو هذه الذنوب. هذا محل اتفاق الا من شذ من الخوارج. نعم ومن طائفه المعتزله. وهؤلاء مرفوضون قديما وحديثا ونحن لا نكفرهم. لا نكفرهم يعني اهل السنه والجماعه لهم الذي نتحدث عنهم الان ماذا يقولون لا. او الذنوب عندهم ايه او معنى العفو عندهم ايه لا يكفرون هؤلاء ولكن يرفضون مذهبهم هذا الذي سنتحدث عنه الان لانه يصادر معنى العفو ويفرغ معنى هذا الاسم الكريم من اسماء الله الحسنى من فحواه ومعناه ومضمونه. فنروح مثلا الناس الخوارج دول معروفين طبعا قصتهم طويله وحقيقه هي حركه سياسيه لكن للاسف لبست ثوب الدين يعني ليست, كده مدرسة, دينية ليست أو مدرسه دينيه او ليست مدرسه دينيه ابدا هي مدرسه سياسيه وكانت ترى ان يعني الخلافه المفروض ما تكونش في قريش وتكون فيهم او في اي حد فطبعا لبست عباءه الدين طبعا, طبعًا لبست عباءه الدين كما تفضلت ومن يومها يعني ارسوا بعض الاحكام الخاطئه المغلوطه ويعني وقدموها كمبرر لحروبهم ولقتالهم للناس ولإراقه دماء المسلمين ويعني للأسف الشديد الآن أو في بعض فترات التاريخ تبعث مثل هذه المبررات أيضا لحركة سياسية تلبس ثوب آه. الدين ثم بعد ذلك تكون النتيجة أن الإسلام انظروا على الإسلام هكذا على كل حال الخوارج مثلا نذهب إلى الذنوب الذنوب عندهم الكبائر ارتكاب الكبيرة كفر سبحان الله آه. هذه هي الكارثة الأولى لأن ال 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 الكفر يعني وأرجو أن يركز معي المشاهد الكريم نعم. الكفر ليس ضد عمل نعم. يعني مثلا لو شرب خمرة ما اقدرش اقول كفر نعم. زنا ما اقدرش اقول كفر نعم. عقة مش عارف ايه ما اقدرش اقول قتل ما اقدرش اقول كفر نعم. الكفر هو ضد عمل القلب هو ضد الايمان نعم. اذا انكر الله نعم هذا كفر اذا انكر الرسول اذا, إذا انكر, أنكر الرسول الاخر اذا كذب القران كفر نعم. اذا انكر الملائكه انكر اي شيء ثبت بالدين ولا بد ان يكون ثبوته ثبوتا ضروريا لان في مسائل مختلف فيها اللي ينكر المختلف فيه مش كافر ليس كافرا يعني شوف ضوابط دقيقه جدا ولذلك الكفر هو نقيض الإيمان إيه هو الإيمان اللي أنا أخاف منه لو أنا جيت ضده يبقى أوصف بالكفر الإيمان حدده النبي صلى الله عليه وسلم <applause> أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر يبقى إيه عندك ست حاجات لو آمنت بها فأنت مؤمن لو أنكرتها فأنت لو أنكرت واحدا منها فأنت كافر آه يعني الذي ينكر هو كافر نعم اذا الايمان ليس هو ضد الصلاه ضد الصلاه ضد الصوم ضد الـ او هو القتل او كذا او كذا او شرب الخمر او الزنا أو, او غيره الخمر. من ده أمر كده. ده عمل نعم. الايمان ليس هو معنى ضد عمل نعم يعني مثلا تارك الصلاه حتى ممكن هو عمل يعني قلبي فضيله آه الإمام هو عمل بالضبط هو عقيد. عمل قلبي وليست عبادة شوف مثلا نعم. تارك الزكاه ما تقدرش تقول عليه كافر نعم تارك الصوم ما تقدرش تقول عليه كافر نعم على الرغم من انه عمل عظيم الا نعم. انه ليس بكفر اه انه يعني ذنب عظيم نعم الا انه لا يمكن ان يكون القتل ده طبعا يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما تشوف العقوبات الرهيبه دي لا. لكنه لا يكون كافرا ليس كفرا انما هو مؤمن عاص الى كما س... لو في فرصه يعني فاذا الخوارج عند الخوارج ان مرتكب الكبيره كافر وبالتالي لا. دمه حلال هذه هي المصيبه العظمى التي حصلت قديما وتحصل لا. الان حديثا فعندهم ان الكافر في النار طيب وبعدين نروح للعاصي الدرجة الأقل من الدرجة الكفر. الأقل العاصي عندهم إذا كان عاصيا بالكبائر فهو أيضا كافر سبحان الله آه يعني التعريف والفرق يعني بين الإيمان والكفر يعني 90% من الناس مختلف كفر تماماً 90% دلوقتي. من الناس حكموا عليهم بالكفر طيب وإذا كان العاصي ده بالصغائر آه ده هم الوحيدين اللي يقولوا لا ده, ده يدخل الجنة إنما نعم. إذا كان كافرا هو في النار نعم إذا كان مؤمناً عاصياً بارتكاب كبائر هو أيضاً في النار إذا كان مؤمناً عاصياً بالصغائر هو ده اللي يعني ينجو طبعاً الغير عاصد ناجي وكأنهم فضيلة الإمام أزالوا أغلب عمل صفة العفو واسم العفو لا معنى له فرغوها من المعنى نروح للساده المعتزله والكل مؤمن احنا لم يعني حتى طلبوا من سيدنا علي ان يعني يكفرهم رفض يعني قال اخواننا بغوا علينا اخواننا نعم نروح للمعتزله المعتزله عندهم طبعا التائب والذي لازم لا ذنب وكذا ده يعني طيب ايه مشكله المرتكب المعصيه عندكم يا معتزله يقول لك والله مرتكب الكبيرة بيسموها مرتكب الكبيرة. نعم. ده لا أقدر أسميه مؤمن ولا أقدر أسميه كافر. كلام مضحك يعني حقيقة، رغم أنه عقول عظيمة. نعم. قالت هذا الكلام. يعني قالوا إحنا ما أقدرش أسميه مؤمن لأن الإيمان لا يجتمع مع فعل الكبائر. فكيف يكون وعندهم أحاديث يعني لا يزن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق ولا يشرب الخمر نعم. فبيقول لك الحديث قال لا يمكن ان يجتمع الكبيره والايمان نعم. وده ارتكب كبيره ما اقدرش اسميه مؤمن طيب ده بتسميه كافر يقول لي لا ما اسميهش كافر ليه؟ يقول لانه لأن عنده الكفر لا لا لانه عنده ايمان بالله وبرسوله سبحان الله طبعا ما هو نعم. قال لك, لك ما هو يا زي المزنوق هنا نعم. لا تجتمع الكبيره مع الايمان وهنا لا, يتمع لا تبع الكفر, الكفر مع, مع, الإيمان. مع الايمان لانه عنده ايمان تسميه ايه قال يا عم انا اسميه فاسق طب فاسق آه. ده ايه يعني يدخل النار ويروح الجنه بعد كده قال لا طب ده, ده لا كافر قال عشان كده انا بس يعذب في منزله بين المنزلتين لا هي آه. منزله الكافر ولا هي منزله العاصي آه. يعني هو حاجه يعني هو آه. هو بين منزلة بين المنزلتين بين الكفر وبين الإيمان نعم طيب يا أخي انت لا, لا ربنا أخبرك بأن جهنم دي فيها فيها الرتبة دي أو فيها الـ نعم. الـ بيسموها إيه القسم ده يعني الفئة أو القسم ده في في من العذاب نعم. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك النار فيها فيها عذاب للكافر وفيها عذاب للفاسق وده منزلة بين المنزلتين نعم ف وبالتالي العفو هنا مش شغال شغال عندهم على المؤمن ال المرتكب الصغار المرتكب الكبير، يعني اللي هو عاصي بالصغائر فقط هو له الجنه. طيب يعني نروح بعد كده لجمهور اهل السنه. يعني اللي نحن هنا انما ما عدا الخوارج وما عدا المعتزله. نحن هنا نتحدث عن الاشاعره واهل السنه والجماعة نعم اشاعره وحتى السلفيه المعتدله نعم قديما وحديثا لان السلفيه مش كلهم وحشين فيهم فريق متشدد قديما لا. متشدد حتى كانت فتنه اسمها فتنه الحنابله كان يمسك الناس ويضربوهم يدخلوا الجامع وكلام والان ايضا متشددين انه هم ما هم يعني اللي بيقطعوا رؤوس الناس ده عشان ايه؟ نعم عشان ايه؟ كفروهم كفروهم اولا وبكفر المجتمع يعني مع أن الكفر في الاساس فضيله الامام ليس مبررا للقتل يعني لا يوجب الكفر لا, لا طبعا لا طبعا الكفر يا اخوانا يعني اللي عايز اقوله ان دخلت الاسماء مع ان عندنا في علم الكلام والله يعني عشان كده الدراسه في الازهر مهمه لمن يريد في باب مخصوص اسمه باب الاسماء والاحكام. في حاجه اسمها اسم اسمه كافر، اسم اسمه مؤمن، اسم اسمه فاسق، اسم عاصي، وكل اسم من دول له حكم. له حكم. فلو ان يعني لو ان الكفر ده سبب او يعني موجب لاراقه دم الكافر لا. كان عليك ان تقتل الكفار جميعا ما كل مكفره والنبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده ما عملش كده ولا احنا ولا ولا امرنا في في, في, في انما هم عندهم انه ما دام كفر دمه حلال وعليك ان تتبع الكافرين وهذا هو الذي يعني الان يطلعوا هذا الكلام نعم. لكن انا واثق من أن هذه حركات وراءها أناس يخططون لتشويه صورة الإسلام يعني شوف حضرتك مثلا خدنا فترة تطلع لنا الأفلام بالمناظر البشعة قطع الرؤوس قطع وغيرين. الرؤوس ودي نعم. طبعا ده دور وانتهى هذا الدور عشان الناس في الغرب هذا هو الإسلام هذا هو محمد هذا هو المسلمين هؤلاء البرابر الوحوش كذا كذا كملت الصورة أخذ الفكرة انتهت الظاهرة اختفت لا. وبعدين طلعت حاجة تانية اعود الى اهل السنه والجماعه وهم المسلمون على الحقيقه هؤلاء يقسمون الذنوب الى الاتي او المذنب الى الاتي لا. اولا ان التائب عندهم معفو عنه لا خلاف في ذلك لا. وعد الله بانه اذا تاب عفا عنه فالتائب لا خلاف في انه ناج وفي الجنه وان الله يعفو عنه وانه مغفور له. ايا كانت درجة أي الحكمه ايا كان ايا كانت كبيره ام صغيره طالما نعم. تاب نعم. وعفى الله عنه فهو طبعًا في الجنه طبعا يعني ان الله يغفر الذنوب جميعا نعم. سبحانه وتعالى يعني سبحانه. احنا مش منتظرين نستنتج ولا نتكرم ولا نقول لا عندنا بس نصوص نفهمها وننزلها على, على الواقع ونستند اليها ننزلها على الواقع كمان آه وعد الله سبحانه وتعالى وعد الله وعد الله لا يتخلف الله لا يكذب فمن تغلب حسناته سيئاته اللي هو لا مثلا لا يعني هو من فعل. ثقلت موازينه هذا في يوم الحساب فضل يوم الحساب ده بإجماع المسلمين أنه معفو عنه وأنه لا يرى النار أبدا لا. مجرد أن تغلب حسناته سيئاته يتبقى معنا المذنب بالكبائر اللي بيرتكب الكبائر رايكم نعم. ايه يا اهل السنه ويا علماء اهل السنه قديما وحديثا قالوا هذا الذي يرتكب الكبائر نعم بل ويعني يديم الارتكاب ويصر عليه ويموت هكذا سبحان الله دون توبه دون توبه ما احنا اتفقنا ان التائب انتهى ده لو تاب كذا ما باقي معايا اللي هو بيرتكب الكبائر القسم و... الأول رقم واحد الذي يرتكب الكبائر ويتوب مجمع على أنه يعني معفور, معفور الذي يرتكب الكبائر ولا يتوب ويستمر حتى يموت وهو مصر على كبيرته ما حكمه يعني شوف لم يقولوا أنه داف النار لم يقولوا إنه كافر حتى لم يقولوا إنه يدخل النار حتما وإنما قالوا أمره مفوض إلى الله على الرغم من إن أنه مات على كبيرة مات وهو مصر وهو مصر على كبيرته أمره مفوض إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه لا ندري لا سبحان قد تتداركه رحمة الله ويعدي فيعفو عنه أو قد يعاقب وإذا عوقب عقوبته محدودة نعم. يعني ما 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 على قدر ما اذنب ثم بعد ذلك يخرج من النار الى الى الى, إلى, إلى الجنه. احنا طبعا يعني كطلبه ازهر نعم وده اللي انا بذكر الناس اللي بت اللي هي تشويه الازهر وان احنا ننتج ارهابيين والتراث ومش التراث انا وانا صغير في, في الثانوي نعم شرح لي وحفظوني إذ جائز غفران وغير كفحان عندنا كان متن اسم متن الجوهرة ومشروع كان نعم. مقرر علينا في سنة رابعة سنوي وخامسة سنوي كان مقسوم على اثنين فهمنا ونحن في هذا السن في سن ال و عشر نعم. وترسخ في وجداننا هذا الذي قلته لك أن المرتكب الكبيرة نعم وي و ويموت وهو مصر على كبيرته امره مفوض الله لا اقدر انا ولا غيري ولا اي عالم ولا اي شيخ يقول ده ريح النار نعم وبعد الشرح ده كله احنا بيحفظونا المتون حفظنا اذ جائز غفران غير الكفر نعم غير الكفر ده جائز غفرانه تماما شوف بقى فلا نكفر مؤمنا لا نكفر نحن الاشاعره مذهبنا نعم اللي احنا فيه فَلَا نُكَفِّرْ مُؤْمِنًا بِالْوِزْرِ وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ بالله عليك نعم لما نحن في الله هذا السن نعم نغزى بهذا الكلام وبهذه المضامين هل يمكن أن تقول على مؤسسة تخرج يعني تلاميذ بهذه الصوره يقول عليها إن بهذا التراث الذي يحاربونه ويتعدون عليه والذي درس لنا فيه الخوارج وانهم مخطئون ودرس لنا فيه السلفيه المتشدده وانهم مخطئون نعم ودرس لنا كل المذاهب الموجوده الان والتي يعني تقتل الناس من اجل ان تقفز من على الحكم وتلبس سوء بكذا كل ما. ده درس لنا ف و و ده انا اقول ده هذا هو يعني خريج الازهر ده مسمار الامان في 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 هذا الموضوع. لكن للاسف الشديد نعم. ايضا يراد تشويه الازهر نعم. لان هناك خطه لتشويه الاسلام وتشويه المسلمين نعم. اذا هذا هو معنى العفو ان الله سبحانه نعم. وتعالى يعفو عن الكبائر في الدنيا ويغفرها في الاخره ايضا نعم. وان المذنب الذي يرتكب الكبيره ليس كافرا كما يقول الخوارج ويقول بعض السلفيه عن المتشدده انا نعم. بتكلم عن السلفيين المتشددين قديما وحديثا وايضا يعني العاصي ليس فاسقا وفي منزله بين المنزلتين لا هو كفر ولا ايمان نعم. كما يقول المعتزله شكرا فضيله الايمان شكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والى لقاء جديد باذن الله